ليه اختار يكتب عن قاتل؟ يعني ليه، ايه اللي جذبك للشخصية دي عشان تطلعها لنا ونتابعها رغم ان احنا تابعناها وعارفين كل تفاصيلها؟ فليه؟ هو انا شخصيه السفاح الجيزه، الشخصيه الحقيقيه اللي تم استمداد القصه منها، الشخصيه دي كانت مثيره ليا جدا اثناء التحقيقات معاها ومع اول خبر صحفي طلع، ولما شفته لما راح الشقه بتاعت بولاق وبدا يمثل الجريمه وهو عملها ازاي، لفت انتباهي تصرفاته حتى اثناء تمثيل الجريمه ان هو بيتعامل مع الموضوع باستهانه شديده، هو مش همه ان هو عمل كده ومش فارق معاه ان هو اتقبض عليه وبيتعامل مع الموضوع بطريقه غريبه، فانا شخصيته نفسها استهوتني، فبدات بعد كده اتابع كل ما ينشر عنه واحاول يعني ادعبس كده وراه لحد ما جه قرار كتابه المسلسل، فبدات بقى اتفرغ من حياتي كلها للشخص ده، فبدات ادرسه بكل الاشكال الممكنه نفسيا وجنائيا، وعلاقاته باهله عامله ازاي، علاقاته بالمنطقه اللي هو فيها عامل ازاي، وازاي هو كان شديد الذكاء والدهاء ان هو قادر يخدع كل المجتمعات دي، هو ما كانش عايش في مجتمع واحد، هو كان عنده 12 بطاقه مزوره عايش في 12 مجتمع ب 12 شخصيه مختلفه، ال 12 مجتمع والمئات البشر دول كلهم مجمعين ان الراجل ده زي ما واحده ست من اهالي المنطقه بتاعته قالت، مجمعين ان الراجل ده آية في مصحف، فان هو مستحيل يعمل حاجه زي كده، الناس كانوا متخيلين ان الشخص ده في حد متضايق منه فملفق له القضايا دي، لكن ان هو مستحيل يعمل حاجه زي كده، فهو ازاي ناس معاشراه السنين الطويله دي 20 سنه و30 سنه ما يتخيلوش انه يطلع منه العيبه، فازاي هو عنده حياه سريه كامله قادر يعمل فيها كل هذه الجرائم بكل هذه البشاعه وبكل هذا البرود، فده كان المحرك الاساسي لكتابه المسلسل. طب انا عايز اسالك سؤال قبل ما ننتقل للدكتور نبيل. محمد، انت وانت بتكتبه زي ما انت قلت كده، انت عملته آية في مصحف، فحصل نوع من البلبلة في المجتمع والمشاهد بيتفرج، يا لهوي نعرف منين انت ما سبتناش مساحة او باب موارب يقول ان احنا ناخد بالنا من ايه لما يحصل ايه. انت جبته خير مع جيرانه، مع امه بيدعك لها رجليها بالكريم، طباخ ماهر، بيراعي ربنا وبيقول وادعيه دينيه، والناس كلها بتقول ونعمه، وفي الاخر خالص وهو بيعمل الدبح قاسي جدا لدرجه ان معالمه بتقول ان هو مش حاسس باي حاجه من بالظبط. مظبوط. فانت لخبطتنا، يعني انت لخبطتني. هو انا رايي الشخصي في الموضوع ده ان ما حدش يعرف حد، يعني انا طول الوقت ببقى بتعامل مع الناس وبحس ان دي الطريقه المثلى للتعامل، ان ما فيش حد عارف حد، وان بلاش ان انا او ان اللي بيتعامل يكون بالسذاجه بتاعت الله الشخص ده بيحب طب يا سيدي الحيوانات. افرض تقدم لبنت من بناتنا، بس ده كده ما فيش يقين. ما هو ما فيش يقين، دي ما فيش يقين. طب انا هقول لك على حاجه، افرض تقدم لواحده من بناتنا. وانا هقول لك على حاجه، هو انا متعاطف جدا جدا مع حد، الناس بتستغرب ان انا متعاطف معاه، انا متعاطف تماما مع اسره السفاح، ان الناس دول ناس عاديين جدا عايشين حياه عاديه جدا، فجاه اتفاجئوا ان ابنهم كده وهم عايشين معاه وما يعرفوش طبعا ان هو كده، فانا اللي عايز اللي حاسس بيه واللي عايز اقوله ان احنا مش عارفين بعض، كل واحد فينا بشكل من الاشكال عنده حياه ما سريه هو ما حدش يعرف عنها حاجه، يعني مش لازم تكون بشعه اصلا، يعني ممكن تكون حياه سريه بريئه وجميله بس ما تزال سريه. مش كل الناس كده، لا مش طبعا كل الناس، مش طبعا كل الناس، بس هل انا عندي ضمان ما لاي شخص ان هو يطلع كده او مش كده؟ الضمانات دي للاسف مش موجوده.